السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الثلاثاء 21/2/2023 في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز. اليوم تم تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا. أسوان خسر من النادي الأهلي 0-3، أحرز هدف الأهلي محمود كهربا في الدقيقة 34، أحمد عبد القادر في الدقيقة 41، ومحمد مجدي قفشة في الدقيقة الثانية من نقطة الضعف في الشوط الأول. الاسماعيلي تعادل امام غزل المحله 1-1، احرز هدف الاسماعيلي عماد حمدي في الدقيقه 54، هدف غزل المحله في الدقيقه 96 عبد الرحمن عاطف، وكمان في حاله طرد لايهاب سامر من جانب غزل المحله في الدقيقه 3 من نقطه الضعف في الشوط الاول. حرس الحدود تعادل امام فاركو 0-0. متابعينا الكرام، بالنسبه للمباريات السابقه في الجوله 19، الجوله بدات يوم الاحد الموافق 19/2/2023. البنك الاهلي تعادل امام سموحه 2-2. امس الاثنين 20/2/2023 الداخليه خسر من الاتحاد السكندري 1-2، وان بتعادل ام طلائع الجيش 0-0. الان نتعرف على ترتيب فرق الدوري المصري ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الدوري متابعين الكرام النادي الاهلي المركز الاول 40 نقطه، بيراميدز المركز الثاني 37 نقطه. خلي بالك الاهلي مؤجل له مباراتين، فيوتشر المركز الثالث او ثلاث مباريات بقى، لان في الجوله 19 مؤجل له ثلاث مباريات. بيراميدز المركز الثاني 37 نقطة، فيوتشر المركز الثالث 37 نقطة، الاتحاد السكندري المركز الرابع 33 نقطة، الزمالك المركز الخامس 32 نقطة وكده مؤجل له مباراة، المقاولون العرب المركز السادس 31 نقطة مؤجل له مباراة ولسه ما لعبش، غزل المحلة المركز السابع 27 نقطة، فاركو المركز الثامن 23 نقطة، أسوان المركز التاسع 22 نقطة، سيراميكا كليوباترا المركز العاشر 21 نقطة مؤجل لها مباراة، سموحة المركز 11 21 نقطة، المصري البورسعيد المركز 12 21 نقطة، طلائع الجيش المركز 13 17 نقطة، انبي المركز 14 17 نقطة، الداخلية المركز 15 16 نقطة، حرس الحدود المركز 16 15 نقطة، الاسماعيلي المركز 17 14 نقطة، والبنك الاهلي المركز 18 والاخير 14 نقطة ايضا. حرس الحدود والاسماعيلي مؤجل لهم مباراة. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. متصدر الهدافين احمد سيد زوزو، لا هو المتصدر يا جماعه بنسبه كبيره جدا، هو احمد الشيخ لاعب غزل المحله عنده 9 اهداف، اما احمد سيد زوزو لاعب الزمالك عنده 8 اهداف. بعد كده رمضان صبحي لاعب بيراميدز 6 اهداف، واحمد ياسر رايم لاعب سيراميكا كليوباترا ايضا 6 اهداف، ومبلول لاعب الاتحاد السكندري، ومحمد حمدي لاعب اسوان، ورزقي حمرون لاعب فاركو، ورفيق كابو لاعب امبي. متابعينا الكرام، بالنسبه لصناع الاهداف، المركز الاول احمد سيد زوزو لاعب الزمالك صنع 8 اهداف، المركز الثاني احمد بالحاج لاعب اسوان صنع 6 اهداف، والمركز الثالث علي معلول لاعب الاهلي صنع 5 اهداف، ورمضان صبحي لاعب بيراميدز، ومحمد شكر لاعب سيراميكا كليوباترا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس لايك الفيديو، وكان معكم محمد نور الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.